كلمه امي لا يعلم القراءه يبقى احنا اخطانا في حق سيدنا النبي. انه كان يقول اكتب يا علي ضع الباء وامدد السين وبين الميم. يبقى واحد بيقرا ما بيقراش ده استاذ. سيدنا النبي كان يقول كده سيدنا علي، بين الباء وامدد السين وبين الميم. يبقى بيقرا ما بيقراش بيقرا. من نقول ايه زي الاخ زي زميلنا كده وحبيبنا، بلاش كلمه اخ بقى ودينا في داهيه. فبقول بصمجي، لا ما ينفعش. كلمه امي اي لم يعلمه بشر، لم يعلمه ايه، ومع ذلك ادعوا عليه وقالوا انما يعلمه ايه بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني قالوا ده علمه واحد من الروم. قال بتاع الروم ده ما بيتكلموا ايه، ما يعرفش يتكلموا عربي. طب حط واحد حتى من الجزيره العربيه، قال لك ما هينكشفوا كله. فقالوا ده علمه واحد من اهل روميه هو اللي علمه. فان ربنا قال لسان يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه، فحش ابدا. فكلمه امي لم يعلمه احد، وربنا قال له وعلمك ما لم تكن ايه تعلم. عرفت كلمه امي يعني ايه؟ كلمة لا يقرأ ولا يكتب، دي مصيبة في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، دي مصيبة ولا لا؟ مصيبة في حق سيدنا رسول الله. كلمة لا يقرأ ولا يكتب، لا، كان يعلم القراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا له يا رسول الله إن الأعاجم لا تقبل من الرسالات إلا ما كان مختوما، فالنبي عمل ختم وراح كاتبه كده اللي هو بتاع نقابة الأشراف اللي عاملينه دلوقتي، محمد رسول وفوق لفظ قال إيه الله، يا محمد رسول مين؟ رسول الله. شوف الأدب بتاع سيدنا النبي. والختم ده كان موجود اللي هو بعت به بالرسالة إلى ابن الجلند في اليمن، كان موجود واحد لقاه في مكتبة ناحية إيطاليا كده ولا إيه، ومعاهم الوثيقة بتاع سيدنا النبي اللي خاتم عليه صلى الله عليه وسلم. مع إحنا المسلمين ما عندناش وثائق، يعني عندنا وثائق الأهرامات خوف وخفرع ومنقرع، انما بتاع سيدنا النبي راحت فين؟ موجوده وجابوها احد الباعثين وصورها كده، خدمه بتاع حضره سيدنا النبي محمد رسول الله. قالوا ان الاعاجم لا تقبل من الرسالات الا ما كان ايه؟ مختوما. احنا ماشيين عندنا ختم البيضاوي يمشي في الادارات، والختم النسري فين؟ يعدي. لكن انت ختمت جواب ختم النسر ولا ختم البيضاوي؟ صح كده ولا مش صح؟ لا، ختم النسر خلاص زي ختم التاشيره كده، ختم نسر ولا ختم عادي؟ أقضيش. فالنبي قال له لا يقرؤون كتابا ولا يهتمون بصحيفة إلا إذا كانت مختومة. فراح سيدنا النبي عمل ختمة كتب عليه محمد إيه، وكان إذا أراد الخلاء صلى الله عليه وسلم خلعه وأعطاه لسيدنا جابر. قال له خليه معاك لما أروح واجي. إحنا نخش ممكن نخش بالمصحف في الحمام، ده مصيبة. المحمول عليه البتاع ده فاذكروني أذكركم في الحمام، دي بلوه. شوف الخاتم خلعه، كان مكتوب عليه محمد رسول الله، واعطاه لمين؟ الصحابي سيدنا جابر. وكان يذهب النبي الى الخلاء، مش كان بيديه له على باب الحمام؟ ما كانش في حمام اهو. ده بقى لما يكون مغلق خلاص يبقى كالشيء الميت. بعض الصوفيه اللي افتوا كده قالوا اذا كان المصحف في مكان محفوظ ولم تجد مكانا، لان الاماكن موجوده، ادي لاي حد بره وخلي المصحف ده معاك هيفضل واقف بيه، دول محفظتك مش هتلاقيه. صح كده؟ يقول لك اصل المصاحف كتيره في الجامع. انما المحافظ مفيش الا كام محافظ، 30 محافظ على 30 محافظه. صح كده؟ شوف القضيه ازاي؟ فقالوا شوف سيدنا النبي واحترامه لفظ الجلاله الله. ده احترامه لمين؟ لفظ الجلاله مين؟ الله. كان اذا اراد خلعه وتوضا ولبسه صلى الله عليه وسلم. لما يجي عندنا التعظيم ده للفظ الجلالة الله ونعظم سيدنا النبي وربنا ما قال وتعزروه وتوقروه، هيصل عندنا اللي انت عاوزه وربنا هيحققه. ولذلك احنا انشغلنا بما تكفل به عما كلفنا به. من انه قال لك انا بكلفك، انما ما قال لك تكفلت، يعني رزقك وكله انا متكفل بيه، وانت مشغول بالايه؟ ما انتش واثق برضه، عصفور في اليد ولا عشرة فين؟ مش مع ربنا. عرفتوا كلمة معنى أمي يعني إيه؟ واحد يقول لك الرسول أمي، أمي يا أخي كان زينا كده، ما خدش ابتدائية ولا ما ينفع؟ تقول صلى الله عليه وسلم فعلا برضه، لا، يبقى أنت غلطان وغلطت في حق سيدنا النبي.
معنى أم يعني إيه؟ الذي إيه؟ وربنا اللي هو علمك ما لم تكن إيه؟ وكان فضل الله عليك إيه؟ سورة النساء، سورة الإيه؟ المصحف الخمستاشر، طلع على يمينك السطر الرابع تحت.